السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير يا رب، وكتر باللايك والشير، وعدنا يا رب على جزاية الخير يا رب. بدخل روح بس جلال يا جدعان، انا بحب اصحابي. ما علينا يا جدعان، فالنهارده يا جدعان ان شاء الله زي ما انتم شفتوا عملنا ايه في صاحبنا الجيم اللي فات ولا الفيديو اللي فات، فطريقة الفيديو عجبتنا يا جدعان، فان شاء الله النهارده نكررها. تعالى 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 خش نكررها، نشوف كم واحد يقع جوه يا جدعان. حسيت انا لو وقت لا. يبقى اللي نعمله في الناس تعمل فينا يا جدعان. نكسر الباب دوت عشان ايه ما يقعدش يفتح ويقفل. يلا يا صاحبي، الدقيقة كام دلوقتي؟ 29 يا جدعان اهو، هنشوف ده هيطلع في الدقيقة كام. معلش يا جدعان والله دولت مش اصحابي يعني، عشوائي، بس بحب كده ان انا بفرحهم في الجيم يعني، لما يلعب مع واحد زي حالتي كده رخم فلازم يفرح شوية. Mark the location. بطل ضرب يا انت، اه خليني اقلب عليك. ايه يا ابني بتنط ده؟ انت كل اللي قعدت دقيقتين تلاتة يا عارف لسه. لسه برخم، امال لما تقعد 20 دقيقة هتعمل ايه؟ ما تجريش كتير. اوبا، طول ما كمبر كده. ايه اما المكمبرين هم اللي بيطلعوا تركي تلاقيك. اكيد تركي. ماشي يا اسطى، مبروك يا اسطى. ايه الله. نشوف حد تاني اهي. هل في فار جاي يا جدعان؟ هل يوجد فار داخل المسجد؟ واتش اوت شباب، في فار يجي. الوقت خلص يا جدعان، يلا واتش يلا اي فار يا جدعان يخش المسجد. هاي الفرع ده، تعال رقم ثلاثة، تعال خش خش. كفو والله رقم ثلاثة. الباب ماله؟ مين اللي قفل الباب؟ ما حدش يقفل الباب في وشي. طب تطلع انت برا الباب بس كده. انت نازل فاضل ايه يا اسطى؟ امال هتحارب ايه؟ انت نازل من البيت. من البيت على طول، اول ما صحيت نزلت على طول على الحرب كده، حتى نسيت تلبس. ايه ده؟ طلع ازاي ده؟ ده الباب مقفول. انت هاكر يا مبروك يا اسطى. يا اسطى بقول لك ايه، انا كل ما اقفل على واحد يطلع. انت بقى لا تتحبس معايا، معلش يا اسطى عايزين نطول شويه. انت لسه اهو في أول دقيقة 29، عايزين نحبسك على قد ما نقدر. مفيش خروج، لسه بدري. اديني طلة تاني، اديني طلة وأنا هطلعك. طلة طلة، عايز أكسر الباب بدل ما تفتح تقفل تعبنا معاك. اصبر يا اسطى، اصبر اصبر، احنا لسه ما قعدناش 10 دقايق. ده انا اخليك تقضي ال20 دقيقة هنا، مع ان كل ما اقول الكلمة دي بيخرج ازاي مش عارف. بابا قفل الباب، افتح يا باب، افتح يا باب، ها افتح. مش هقول الكلمة دي تاني. تالت واحد يا جدعان يخرج. ماشي يا جدعان، ما عادش دقيقتين حتى. ماشي مبروك يا اسطى، اخرج مودلك معلش. طل اديني طل، اديني طل. بص يا صاحبي، احنا مصريين زي بعض، وفي الحرب لازم ايه نخدم بعض، صح ولا يا صاحبي؟ فانا بص خلي وشي الناحية دي وانت وشك لورا. خلاص النت قطع، النت قطع عندي، قطع النت، مفيش خروج. الدقيقة 29 يا جدعان، نشوف ده هيطلع في الدقيقة كام. بابا بيبصلي ليه كده؟ ايه البصة دي؟ محدش بيبصلي كده.
محدش بصالي كده قبل كده. رقم 4 تعالى جي. شكله قفل دول ليه؟ واقف مش عايز لو يطلع. انت عارف اتكلموا يعني رقم 4 يعمل ايه؟ لما نشوف رقم 4 تعالى يا عم الجزائري، تعالى تعالى، في واحد مش عايز يخرج. ده لمصلحتك يا عبيد، تخرج بره وتحارب الناس وتموت وتبقى سفاح في الاخر. انا خايف على مصلحتك بدل ما يحبسوك. جيت يا اخوي، تعال يا مرحب بيك. عايز ايه؟ عايز تخش الواد اللي جوه؟ لا لا ما تخشلوش، عيب يا اسطى. اللي جوه ده مصري زي. خلاص يا صاحبي، خلاص خلاص، انا هديك. خلاص بقى، خلاص خلاص يا جدعان، خلاص خلاص. خش انت جوه، لو اتكلم تاني خليك تطلع. لا مش هعديك يا عم، بدل ما تموتوا بقى. اهي خلاص رقم 4. الله هداك الله هداك يا جدعان، مش هينفع الخناقه دي، انا في وسطكم واقف. عيب والله تربوا الراجل اللي واقف في وسطكم ده. خلاص، ما الخناقه دي لو قامت هيموت فيها ناس كتير يا جدعان. انت مصري وهو جزائري، خلاص خلاص استهدى بالله. خلاص يا جزائري، انا بحوش اهو، انت اللي عمال تتنطط وراي. يا جدعان مش عارفين نتكلم. ايوه كده، اجري اجري. بصوا حبل لكم، خلاص خلاص. وشوف استخبيت زي الفار ازاي. خلاص انا دخلتولك زي الفار جوه. ما لازم انت اهو طلع، لازم تعلي صوتك يعني. لو سبته على يا خبر ابيض. لو معاك ده حلو يا جدعان، احنا بنهزر يا جدعان. هم بيضربونا انا على فكره، والله بيضربونا انا. يا خبر، هكم بلا هكم بلا. انت يا عم ده انت باقيلك بالظبط 4 دقايق، داخل على 5 دقايق، مستعجل على ايه؟ امال لو قعدت ال 20 دقيقة بتعمل ايه؟ راح يجيب لكم فين. يا خبر ابيض يا جدعان. خلاص يا اسطى، يا اسطى كسرت ظهري والله، والله كسرت ظهري بالطاسه من الصبح عمال تضرب. لسه يا عم انت بقالك كام دقيقه؟ 23. خش خش جوه يا اخي، اشوفك بره تاني. بخاف القنبلة. يا خبر ابيض، ده انت عيل خرب نوسخ. لسه لسه بنقول محترم. ايوه برضك محترم يا جدعان، لو مش محترم كنت زمان وعامل حاجات قد كده، شتيمة بقى وكله. لسه يا عم ده انت بقالك 8 دقايق بالظبط، 9 دقايق كده كده، 9 دقايق. بص انت هريحك ونرتاح كلنا. يلا ايه ده، انا اللي موت ولا هوبا؟ عكس ولا اي حاجه. عالجني يا اسطى، عالجني يا اسطى، عالج عالج. يلا عالجني عليك قبل ما يبص علينا. هيلب، تعالى رقم 1 يا رقم 1. يا رقم 1 تعالى يا اسطى، جدع جدع يا اسطى، حبيبي والله يا اسطى. هيلب، تعالى 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 هتلحق. نو هيلب. ماشي، شوف الدنيا لفت ازاي. ماشي، واتش اوت. اوبا، اللي هيقع في السودة دي رقم 1 يا جدعان، شكله يا اما هاكر كمان مش عارف، يا اما دي زي حالتنا كده. ايه ده، ده وقع مات يا اسطى. انا كنت عايزك تيجي تقع في السلة، انت لحقت تموت ولا حرام؟ مين اللي موتك يا اسطى؟
انت لسه ما قلتش يا هادي، لسه الجيم بيبتدي. جاي لي جري، جاي عليا. هعالجك يا اسطى، ما تخافش. معلش يا اسطى، خش رقم 4. اصبر 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 يا رقم 4. سبت رقم 4. انت مش عارف اقول. اصبر يا رقم 1 بقى، تلخمناش بالذات دي. بس خلاص عالجة كده، انتوا الاتنين اتحبست. مسكينة يا جدعان رقم 1، اول ما خش راح واقع على طول. يا خرابي، الاتنين اتحبسوا. بس يا انتوا الاتنين مش معديين من هنا النهارده، الا تقولوا لي مين اللي قتل رقم 1؟ هو ضرب دم اهو وبيشرب بيبسي. مين اللي قتل رقم 1؟ انت مش هعديك، يا اما انت رقم 1 تقول بابا برمي قنبلة. يا جدعان احنا هنموت ثلاثة، احنا الثلاثة هنموت. ده خرابي، ايه ده؟ ده رقم 1 الوقت. حرام عليك يا اسطى، انت ليه بتعمل في رقم 1 كده تاني مرة؟ عالجو 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 عشان ما هيعمل لك بتاع ده بلاء. يا عيني رقم 1 يا جدعان خاشش، اول ما خش والله وقع تاني مرة. مش ماشي، هنموت كلنا عادي. ده طلع مجنون، ايه ده؟ رقم 1 اهو. يا خرابي، ده نازل. يا نازل يا جدعان الجيم دوت يا جدعان عمال. تعال تعال عالجي، تعال عالجي. اصبر اصبر والله انت مكنسي. يا بابا ده رايح للمكان. اف ياه، كنت عايز احبس. واتش اوت. خش يا اسطى، خش خش. اوكي خش خش. ايوه كده بس، مية مية. اوبا رقم 1 مات يا عيني. معلش رقم 1. والله حرام علينا يا جدعان، الراجل ده دخل مات 3 مرات وسبناه.